إديسيون سين هاوس تقدم الحاج الزواوي مع الشعر الملحون الوهراني بخاطر الحباب الجميع اللي يحبونا. كان طيور طيور من يعبر السراويل تاع الرجال لي جايح شوية ينقص له شوية من تحت واللي جايح بزاف ينقص له بزاف في الشارع نعرف الرجل الرقبة من الجايح لكني مع الأسف طير من يخيط السراويل يخيطهم قاع وافيين وما عدنا قدر باش نعرفوا الراجل الساجي من المبهدل الله غالب الدنيا الفانية بدلت الأحوال رجحتي السلطان خايف من عبده لكن هي بصيفتك غير مراه دجال حتى واحد ما قعدتي عنده واجب نبكي طول عمري يا رجال ومن حقه يبكي من خاب سعده وإذا خاب السعد ما ينفعش المال والله 1% ما توجده بالك في 1000 تجبر ولد حلال تصيبه يسهد مسكين داير يدو على خدو يا ولد عمي لا تمن في البغال بعد ما تعلفو يسق على جهده وشفت الدنيا اليوم كل بسراوي الطوال ما تفرز وين الجايح من سيدو وتصنط لي الغافل ورد البال نحكي لك جميع سري ونعيده ضحكت لسنان وصلتني للمحال ونلقى روحي وحيد وكتافي بردو ولفتهم وداروا عليا كي الغوال بشهادة الزور فيا يشهدوا والساسلنتين ما يتحركش محال وحيوط الرملة عمرهم ما يشدوا الدنيا جميع مبنية على المال وكثروا المنافقين والناس اللي يكذبوا اتكل غير على مولانا تعال قاوي ومتين عالم بعباده هذه بخطر الحباب الزين اللي يحبونا وبخطرك يا جلالي وبخطر الحاج في خطر الإديسيون سين هاوس وفي خطر الناس الزينين ويحيوا الناس الملاح اللي يستاهلوا التبراح نجيب لكم القصة تاع الصبر ينال والإنسان جميع اللي يصبر يربح لما ربح ملعب يربح مع ربي واحد الإمام كان يصلي بالناس ويصلي بيهم ويطول اشتكوا به الناس قالوا هذا الإمام ما يولمناش جابوا لهم إمام واحد آخر داك الإمام الآخر اللي جابوه سقساهم قال لهم القصة تاع نوح تعرفوها يا ناس قالوا له نعم قال لهم يقوموا الصلاة مين كملوا الصلاة وجاوا رايحين قال لهم استناوا 3 دقائق القصة تاع منا حواء وبنا آدم تعرفوها قالوا له نعم قال لهم الجمع الجاية ما تجوش الإنسان اللي يصبر دايما ينال
والدنيا من بكري مبنية على المال. كنت زاهي بحبابي يا حسرة، كنت في كل ساعة نوجدهم، ولا غب الساعة يقولوا فلان وين راه، مين كان مالي وتصدامي ليهم، كان عليا كل واحد يلغى بالغاه، ويوم انضميت واحد ما وجدهش فيهم. جميع انسان اللي يكون كثير لصحاب راه يقعد بلا صاحب، لو كان جا الصاحب يتعير نديه للعيارين باش يعيروا لي واحد يكون حبيب صافي ويكون عهده وافي.